هنشوف. شنو بغيتي؟ بغيت بومبو، 5 ديال لاكوم، 5 ديال المصاصه. ما نزيدك شميل فيه حتى هي. واش عطيني درهم وبغيتي الحانوت كامله؟ لا زدت بجوج دراهم. لا هذاك طاح ما نحسبوش. ولا رد لي دراهم. هذيك الدراهم ديالك غادي نخبيها مع الفلوس ديال الدراري الاخرين باش من بعد نزيرو الدرب ديالنا هو يكون نقي وسنانكم حتى هما يكونوا نقيين. وما سوقيش انا عمي في الدرب شايلو انت رد لي دراهم. وعلاش غادي نزيرو انا بوحدي؟ والديكم ما كيبغوش يخلصوا، غتخلصوا من جيوبكم نتوما، فهمتي الخطه ديالي؟ انا اللي فهمت هو انا اللي ضيعت جوج دراهم الاول طاحوا والثاني بقى عندك وانا قت بلا بومب. لا ولدي انا ماشي شفار. انا اريدي يعودوها لعجايز للصبيان قبل ما تنام يرويها راوي عمام نسمان بدي الكلام كان يا مكان ما يهمنا لون لا منين جايين كما كانت اللغة كما كان الدين مرحبا بيكم عنا مغاربنا على جنة القلوب الصافية هكذا حالنا كان يا مكان با 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 انا كان شفت السفيفيرة بسم الله الرحمن الرحيم با طيرتها مني خلعة اجيتي ديري بغيت تعبئة بابا للتليفون لاش تليفون مالك خدامة في النازا انا لا شهمتوني بعدي مني انت وخوك واش غنبقى نصرف عليكم سيري بنتي قلبي على راسك خدمي فاش ما كاين شتي خدمي في الديور الناس راه الا عجبتيهم راه يدوروا معاك وتبغي ليا الشابه اودي اش غنتمناك ما كرهتكش تجوزي من غدا تضركي كمرتك ما كرهتش الوالد اشنو لا والو با غير بغيت تعبيه هافك با علاش تعبيه علاش ها الواتساب تلقوه راه فابور الويفي ما عندناش با الويفي انا دبرت عليه الويفي ديال الجيران خديت الكود ديالو في العشيه نجيبو لك ولكن تخلصيني وباش با ياك ما كتعطيني والو غنسناك تتزوجي وتردي لي الفلوس واخا يلا سيري فحالك دابا اجي فين الحلوى اللي شربتي خديت والو يلا سير عطات عليك الشمع عاد فايق علاش ما كاينش الفطور تاعتي ما كاينش صاحبتي جوغ ما لقيناش اتاي لقينا الدواء مشيت عند المحل باش عطاني التعبئه جري عليا نبقى نقول ليها اتاي التعبئه سير راه هو اللي غيعبئك بالمعيور والهضره القاصعه الصباح اجي اخويا عافاك دور معايا انت الله يسخليك الغدا والعشاء ترى ما عندي تشري الناشف راه شبعان كريديات عندي 6000 ريال ديال الكريدي بعدي مني الله يرحمكم عافاك اخويا عافاك دور معايا راه خاصني نعيط ضروري
لمن بغات عيطيها الزوينه لمن؟ هذاك المقرد ديال الحموده عاوتاني ولا؟ ماشي شغلك. سيري سيري قلبك على شي واحد من العاقي خرجك من هاد الميزيريه متبع عليا واحد مشاكك ما دار خير حتى في شعره. صباح الله. الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الضواوات بالنهار يا سيدي يا ربي ولادي كيجاهدوا فيا يا سيدي يا ربي يا فاتن يا بنتي عاوني عليا الزمان حيت ما كتخلصيش انتيا يا سيدي يا ربي ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين افاتن فاتن مالك با ليش هاد السراج مكاع محلولين لاش بنتي واش ما قهركمش هاد البرد راني غادي نموت ليكم صافي با دابا نسدهم كاملين راني حليت مع الخبر ريحه ديال الطياب اشنو طيبتي طيبت شويه ديال الخليع مع البيض الخليع وراش قصتي ليا الخليع ديالي واش بغيتي ندير با نخليه يصوف وتلاح كما الحنا الاول سيدي ربي يا الناس ما لقاوش النعمه ياكلوها وانا ولادي النعمه كينحوها وفيش انت هاد الناس في الصومال وثلاث شهور با والخليع عندك في البيت علاش دخلتوا ليا البيت علاش يا ربعه الفيران واش نتوما فين بين بانليكم تنقبوا كتنقبوا فرخوني عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله جمع هاد الشيء خبيه ليا في الثلاجة واخا لا حول ولا قوة إلا بالله علاش أنا قاعد زوج الشطار الأول كرة المصروف كي ديالي بوحدي علاش غنزيد أنا مرة أخرى ورا الدراري علاش زيدي يا بنتي زيدي وداك الشيء جبتي من الحانوت غناكلو منه ولا غنخليه في الثلاجه وصافي ما تحاديهاش قلت لك هذيك راه السلعه ديال الحانوت مازال غادي نبيعها غدا الثلاجه ديال الحانوت مطفيه انا سولتك زعما ما نقدرش ناخذ شي غورت صغير حتى يسالي التاريخ ديالها ونعطيك وحده وشي الاخر غنردو للكاميو بو ذكرى الدواء ديال الحساسيه وانت ديما كتشربو واخا كاع ما مريض وشنو غنخليها بنتي انا حتى نمرض غنضرب يدي لجيبي ونخلص الطبيب ها مازال ان شاء الله غناخذ الدواء ديال الراس باش لا قدر الله يمشي ضرني راسي شوف مسكين الله يكثر خيره الحاج ابراهيم جاب لي هاد الدواء عطاه ليه ولدو خدام في هولندا في السبيطار هاد الدواء دقه بطله كيقطع الشهيه خاصك بنتي تاخذي منه انت وخوك يا ربي تشافيني وتبعد عليا المرض اللي عاد غيجيني يا ربي واشكي ما قتعليش انت بعدا كتعرف تخبى بحال تاتا ماشي بحالي انا ديما في وجه العافيه ايوا الغوات فيك فيك علاش نمرض راسي انايا خلي دابا يسكت واحد النهار ياه الله الا ساداتك لا تخرج ودخل وقت ما بغيتي ماشي بحالي انا محبوسه وسط هاد الحيوط لا قرايه لا خدمه بحال لالياتي ايوا انت متبعه داك المشاكك السرباي ديال حموده ما عنده حتى الدار كاري مع صحابو بعدا هو سرباي ماشي بحالك انت شومور والهوايه المفضله ديالك هي الكريدي والتسلاف سير غنفرقع لك وجهك مالنا على هاد الهضره كاع هاد النهار عفاتي وعن مهدي وما عادش شفتو راس بالصداع الله تجي يسري عليكم جوج بيكم يلا ضيعوا واخا
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك با؟ با، ياك لاباس؟ لله وإنا إليه راجعون. شكون اللي مات با دويش؟ واقع اش واقع؟ ولد عمي ومراته ماتوا بجوج. كسيده الله اكبر. الحمد لله الحمد لله. الواحد كيبقى مني في الدنيا وكيجمع في الفلوس لا والو لا مرتو ولا بعد هادشي. ولد عمي ما عندوش الولاد. انا لله وانا اليه راجعون. هادي ما كيفاش ما تقدرش تطيح عليا في البال. اش في الغادي يا بابا؟ كيفاش معاك في الغادي؟ نمشي نعزو انا. غادي نمشي نعزي ندير الفطور بنتي. فطرو جوج كيساع ما نديروش حتى انا ما فطرش معاكم. تحضر ندير لي ما تخشى بليك ما تسطى. ونبيله راه غيتسطى بالفرحه نيت. ولد عمو ما عنده حد. الوالد هو اللي غيورثو. كيفاش غيورثو حنا عمرنا ما شفناهم؟ انا اللي عارف هو مرتو ما عندهمش الولاد وعندهم الخير والخمير. هي غتربحو. وهاد اللي كنحاول نفسر لك من الصباح المكلخه. انا راجل الو صافي مشاكلنا كلها تحلات. زوجو خوت مرحبا. عاق عاودتك اخاي كما العاده. خفيفة قاصحة حليب باللويزة حليب بالزعتر أتاي بالشيبة أتاي بالنعناع. وطلبوا شي حاجة عباد الله. الباترون راه قريب يجري عليكم. قول هذاك الباترون ديالك من هنا للقدام ما باقيش غنكونسوميو بالكريدي وما نبقاوش نعصرو ليه في القهوة بلا كونسوماسيون مزيانة. هو سيدي على السلامة هادشي اللي بغينا نيت. وراك عارف علاش فاتين ما كتخبى عليك والو. لا ما قالت لي والو. أصلا فاتين شحال هادي مشى ما بقاتش كدوز من حدا القهوة كاع. غتكون بدلات الطريق. وانت سير بركه بهذاك الطنز ديالك راني عارف كل شيء وساكت. شحال كذاب. على سلامتك. زيد دخل راه مازال. زيد دخل غادي عندك للدار. راه باقي الشريف الله يرحم الوالدين. خلصني يا مولاي يا مولاي الشريف. اسيدي سيدي هو انت دابا. اسيدي خلصني الله يرحم الوالدين نمشي في حالي. بغيتي نخلصك ودخلني لداخل فين كيدخلوا الطاكسيات الناس كاملين. ومالك انت وما الناس؟ الناس راه نزلوا وخلصوا ومشاو بحالهم. حتى انا رزقي خليني نمشي بحالي. انا منين طلعت معك ودني ضروني دابا مقوت الموسيقى والسيخات اللي طالت. منين بغيتي الموسيقى اسمعها خويا بوحدك؟ شريف دابا غتخلصني ولا غنوليو في شي طاب وشي مطر؟ طاب ولا مطر باك باك شناهي دي شريف؟ 400 ريال واش انا تنطلبك؟ عطيني رزقي 600 ريال كيف ما تيخلصوا الناس. هو بغيتي ندير معاك القانون دير معايا انت القانون ونعطيك فلوس كاملين. لا حول ولا قوه الا بالله. شريف خلصني الله يرحم الوالدين. زعما راه باين عليك ميسر. طمعتي فيا دابا شتيني جاي من البلاد قلت اجي نضحك عليه. الشريف ياك لاباس؟ هاد السيد ما بغاش يخلصني. عطيه السيد رزقه. سيدي ادى ليا التليفون ديالي كانوا هو وصحابو بقاو كيضحكوا ودوخوني وداوه ليا. عطي السيد تليفون وحشومه عليك راك دباك اصاحبي. اش من تليفون اشريف والله ما ديت ليه شي حاجه. 40000 ريال باش شريتو. عطيني دابا غير 500 درهم. شوف عطيني شي حاجه اصاحبي راه غتخرج غير على نهارك اصاحبي. انا سيدي علاش ما يعطيني والو؟ المخزن المخزن من المخزن اسيدي الله يرحم ليك الوالدين. عطيني غير تي ساعه ك 200 درهم سيري فحالك. انا ما كناكلش الحرام. يعطيني غير 20 درهم ديالي. عطيه 20 درهم ديالي هاك اسيدي. لا لا خويتي نبيلة. سير سير سير. بونيغ. For only you.
وزعما با المعطيه خلي لك البيسري ديالو دير فيه داكشي ديال التليفونات ولا الاورديناتور. واش ما كتفهمش صاحبي الواليد غادي يضرب العاقه ديال بصح، راه مشى للبلاد دابا يفاري داكشي ديال الورد، اجي بينا رزقنا غيجي غنهضر معاه. اخويا انا ما باش ليا فهادشي، وهداك با كنت تعرفو احسن مني تيموت على الصرف. غادي يعطيه لك انت. كنتش عليك متفائل اخويا غيجي غنهضر معاه. وعلي علينا اخويا مين متفائل هاك صايب ليا التليفون ديال الواليد رخص عليه. معوش عني الفلوس مع عند الناس ما كتعرفهمش ما خفتيهاش تخطفك؟ راه دوك فلوس لا كيفاش لا راه نعطيك الاول الحلوه قلت لك تقول لي ديما بلي الحلوه خايبه سنينات الحلوه خدها مره مره ولكن غسل سنانك قول لي يا صاحبي هذيك المره شكون هي انا ما عرفتش وانا مالي ولا ما عرفتيش انت شكون اللي غادي يعرف تعطيني جوج شكلاطات ونقول لك يلا راه دوك فلوس لا راه دوك فلوس واطلق يلا سير وفلوسي رد لي فلوسي سير ولا غادي نقول مقدم انت اللي كتوسخ الحيوط وانا غنقول بلي انت كتاخد فلوس دراري الصغار وعسير من لعب دراري با نقدر نشعل ضوء اخر ما نقدرش نخدم هكا ولا اش بنتي انتي كاع غادي تخدمي فهاد نصاصات الليل كنخيط لك با كاشكول بالسخان عدي ماسك نجي انتي الله يرضي عليك عندي فباش تبدل با ولا اش غادي نبدل مالي عريس نوضها بنتي فكي عليك هذيك الصوفة ورديها لمولاها وقول له يعطيك فلوسك ميمكنش با راني خدمت بها ايوا هاد يعني كنقولوا هاد التبدير يا سيدي يا ربي يا رب ولكن با راك ضربتيها بورته الحمد لله دابا الفلوس موجوده بسم الله الرحمن الرحيم ايوا غير ورت نفرقهم ياك ايوا خليو لي على الدس لا لا با ما قالش هادشي غير هي دابا تقدر تعاوني فاش غادي نعاونك في الزواج با باش تهنى مني قلتيها وجات معاك انوض يا الحمقه شكون اللي غادي يديها فيك واش كاين شي واحد اللي غيديها في وحده نهار كله يا في الدار السريط والمريض راه ولاد اليوم بغوا المراه خدامه باش تعاونهم تزوج حتى باك لي واجد شو مالك ابا وتخلينا حداك النبايره حنا غنبقاو في المغيص نوض نوضي بحدايا نوض راه غنسخط عليك لا با صافي با انا با يا ربي انا با يا ربي وما تعليش الضو با العشاء راه واجد با ابا عندي واحد فكره واعره شناهي دابا انت با المحل ديالك ما بقاش خدام ياك اودي سوبر مارشيات ما خلاونا فين ناكلو طرف الخبز علاش ما نديروش فيه شي حاجه اخرى من عندك وراك عارف با انا عندي مع داكشي ديال التليفونات والستونات قلت نقلبو محل ديال البورطابلات وانا مقابلو هذاك الشيء اللي بقى علاش با واش نتوما ضرب باباكم الله ولا شنو كاين واش هادي قالت لك بغات تزوج وانت بغيتي تولي بورطابلاتي ماشي بورطابلاتي يا با معلم ديال البورطابلات واجي يا وليدي ودير حاجه اخرى احسن اجي الطرف ديال الحانوت ديالي خذو خدم فيه على راسك ولكن نكري لك ما نعطيلكش فابور باش ما تبقاش داخل خارج عليا وتوحلني تمشي تخسر البورطابلات ديال الناس وفين من بنتي غادي يوحلو فيك با لا با انا بغيت المحل كامل تعاوني نبدل لي الديكور ونصبغو وندير بلاكه كبيره مكتوبه فيها عند المهدي اصلاح جميع الهواتف المقاله انت غدير بلاكه مكتوب فيها انا حمار انا ما كنسواش انا كنستغل الكرم والجود ديال با وبغيت نقتلو ولكن ابو المهدي راه معلم ابعدو مني اش غادي يكون معلم هذا من نهار اللي تولد هو كيخسر اشنو جاكم واش غير عرفتوني ورت بغيتو تفداو معايا ايوا قتلوني وكفنوني ودفنوني وبنوا عليا قبر احسن
ما تبنيوش قبره بنتي غتخسروا الفلوس. ها ديروا غير حجره ولا شوف حتى الحجره ما ديروهاش، ديروه ونساوني. الله يحفظك الوالد، الله يطول لنا في عمرك. حاشا حاشا با، لا حول ولا قوه الا بالله. اجي ولدي نقول لكم ماشي. ها دابا انتم وليداتي. ايه عزازين عليا. ايه ولكن راه والله الريال ما غادي نعطيه لكم. انت ديما مزروب، كنت سنيتي حتى قلتها ليك، زعما راك عارف هو كيف داير. وانت اللي زربتي عليه داكشي ديال الزواج ديالك، كوني صبرتي شويه نقاد لافير ديالي وديك الساعه تزوجي ولا موتي انت كاع. علاش بالسلامه؟ شكون انت بغيت تكون؟ حسن مني. شناهو اخوك الكبير؟ انا احترميني وهضري معايا مزيان. ايوا صافي، هو يحكم من جي وانت تحكم من جي، خلينا نتزوج بعدا وديك الساعه تفهم معاه البورطابل ولا حتى السوارخ. واتي سيري، الا كنتي تزوجي بهذاك المقرد ديال حموده بصحه. شنو؟ ابقى حاضن انا وحموده. هيا هيا اسمعنا هيجي، شنو يكون داروا في الورد؟ يكون خادو زعما يكون ندبر على شي فلوس خلاهم ولد عمهم مخبعين شي قنتو جابو معاه. زعما هو ما كيتيقش في البنكات، كيقول لهم كامل شفار. شنو زعما يكونوا في الدار؟ يمكن. هادي شنو ديري دابا؟ مشى الحال، غدا نقلبو الدار من الفوق حتى لتحت ونجبدوهم فين ما بغاو يكونوا. صافي مشات. شكون اللي مشات؟ اجي صافي راه مشى. واش متاكد هو راه داير بحال الجن؟ قلت لك تبعتو حتى راس الدرب. مشى مشى يلا قلبوا هنا. شو بدك تسوي؟ خمسة صندوقة. شوف كوزينة. يلا لا لا. كون داروا في الحانوت وانا عايش مع الصفارة. الله يعطيكم عليا غبارة. شوف شوف شوف. السلام عليكم. حكيت رضي الزيت الله يرحم لك الوالدين. مرحبا ومليون مرحبا، نورت بك الدنيا طريبة، زارتنا ريحة الجنة معطرة بالشهد والعنيبة. هاي 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 تبارك الله عليك اللي سمعك عاد دابا تسبو تعير كاع ما يقول داك الفم يخرج هادشي زوين وحلو بحال هكا. ولا لا الكلام الحلو كنخرجوا للناس الحلوه هي شي شيوه اليوم. بحال علمك الله انت مول الخير. تبارك الله، الخير هو منين نبقى نشوفك منوراني ومنور هاد المحل ديالي ومنور هاد الحومه. تبارك الله انا لالا لطيفه جابتكم غير هنايا. انا لالا لطيفه. شكرا. لا حاشا لالا لطيفه، هذا ديال التعارف فابور. يرحم لك الوالدين. شكرا يا سيدي، حتى انا متساني غنجيب لك الدوقه ديالك حتى لهنايا. اسميتك السي معطي؟ سميتي معطي. شكرا السي معطي، ربي يخليك الله يعاونك. اجي لالا لطيفه وما جات شي انت غتكرميني وغديري شي هو وتذوقيني منها وانا تمشي بلا ما نعطيك حتى انا شي كادو. هانا ها سبحان الله تمشي تبغي تشعلي العافيه وما تلقايش باش. بحال علمك الله، والله العظيم ما عندي باش نشعل. الله يخطيك. انا كنتسنى لالا لطيفه تلطف بك الارض والسماء واللي قسى عليك يعمى وانا حمار.
علاش كنخلط التجاره مع العاطفه؟ علاش ديك الساعه تخلصي بثمن الزيت؟ يلا احنا نحيدو الزيت. تبارك الله على سي مهدي، ربي عطاك وزادك من عنده. شفتك هاد الصباح راه كتصدق، وهي القليب حنا عليه الله. اسيدي اسير بعد مني قضي حاجه لراسك، اش غادي نعطيك انا؟ راه الله اللي كيعطي هو كيعطي وكيقلع، انا ما عندي ما نعطيك، سير اعطيني اتساع. اعوذ بالله منك واللي بحالك، الله يعطيك ما نويتك في خاطري، وداك اللي عطاك غادي يجي يحيد لك كل شيء. راه بدا ليا بالزيت. انا شيري هاو التليفون ديال الوالده ناضي. لا الزبه. يلا كحب. الله يخلف. الله يحفظك. انا حمود، هيا فاتين عاوتاني بدا دز حدا القهوه. غتكون توحشاتك وانت توحشتيها. واش يا با حمود تبرع لنسيبك بشي قهوه كحله؟ ماك مخبع وخايف. ما نضربك. شوف اخويا، ما باقيش غادي نسربيك حتى تخلص الكريديات كاملين اللي عليك. شناهو؟ ما بقيتيش الحشم. دابا نوريك. تا صافي انا غنخلص عليك القهوه. باش تخلص انت الورد تاع باك. ما قبل وانا كنتسنى فيك. اسمحي لي اخوك اللي شتني بلاصه راك عارفه كي داير. قلت معاك بشي حاجه؟ لا، ما درتي حساب لي راك مع داك حموده. انت راه كان يخصك عليا اليوم وجهك وما شديتوش. اويلي والله. باشين خاصنا نقولوا لمهدي هادشي اللي بيناتنا، راه عايش ما نخبيها ليه. الا قلناها ليه ما غاديش يفرقنا عليه، خليتها نقلبوا نبغوا نتزوجوا. فوقاش خلاص فاتين فوقاش؟ انا راه عايش منصبر حتى الفلوس ما كاينين. صافي انا غادي نوض نقلب على خدمه. عاوتاني خدمه؟ عاوتاني راه دوينا فهاد الشيء 20000 مره. وصبري عليا شويه، راه دويت مع واحد صاحبي وقال لي غيلقى لي واحد البوست في البنكه وكلشي غادي يتقاد. وعفاك صبري عليا شويه. وشحال وانا كنسمع في هاد الهضره. وهادشي اللي عطا الله، انتي عارفه كلشي من الاول. ليسونس في ليكونومي والشوماج. انت بعدا عندك ليسونس ماشي بحالي انا. بقى ما خليني كملت قرايتي. وبعد الدبلوم اللي عندك ديال الدار باغا تخدمي الحادقه؟ ما غنتعلم الخياطه وناخد قفطان ماما وردو كسوه. هي كتوجدي العرس ديالنا بصاف، ولكن راك عارف ما كاين اللي يعاوني. ماما الله يرحمها وبا ما كرهش يبيعني في الدلاله. وشوف واش نجيب ليه الثمن. كيعير فيا صباح وعشيه، كثرت الصريط وقلد الزين. قلد الزين؟ ربك خصو يمشي يدوز على عينيه قال لك قلد الزين. انت راك اجمل وحده شفتها في حياتي وحق الله. راه ما باغيك تزوجي تبقى جالسه ليه في الدار مقابله ليه الماكله وشرابه والتفاف والطياب. انت راه الملكه ديالي، راك الحبيبه ديالي، راك الكتكوته ديالي، وضحكي هكاك. والحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. سيري يا لطيفه اللي حرقت لك شي عظم يا رب. اللهم لك الحمد. تليفوني اللي فاتيك يا سيدي. ريباري مون فرير ان شاء الله. واخا
شحال الزيت؟ خذي ليلى مرحبا بك تفضلي. شحال؟ شحال تعطي؟ قولي انت بعدا شحال؟ اه اللي عطيتي اخويا. نشمها بعدا واش مزيانه ولا؟ تفضلي مرحبا بك. 20 درهم مزيانه؟ ارا 20 درهم يلا. وين شوفي هذه تاهي ما عرفتش شنو هي. لا بارك الله بغيت غير الزيت. يلا ارا 20 درهم مرحبا. هاك. الله يسهل. الله يحفظك. الله يعاونك. الله يجيب رزق. امين. كونتينيو كوم سا تو با تو بون. والله. ميرسي. مصطفى. مصطفى سي كوا سا؟ سي دو لو دو روز. روز. وي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحب الخاطر شريف لقى عندك شي خدمه؟ شنو كتعرفي دير؟ كنعرف رسم الموديلات وبغى نتعلم الخياطه باش تردد القفطان كسوا العرس. ويلي ويلي على الخدمه. المعلميه الكبار في الفصاله والطرز والتنبات وكيشوشوا الدبان. انت اللي كتعرفي ترسمي سيري قراي وخذي لك شي ديبلوم. مالكي مسبقه العصا قبل الغنم. غير خدمني معاك غندير اي حاجه. ترى الله يسهل عليك ما كاينش الخدمه. وداك القفطان اللي بغيتي نصايبو لك ونصايب لك شي كسيوه لعرسك مرحبا ندير الاختتامه زوين اجهر لك عرسي ودي اخلى الله الله يعاونك الخدمه ما كايناش في هاد الساعه شي كنز. لا الفلوس ما لقيتهمش ولكن دبرت على واحد الكارطونه مزيانه في المحل ديال با كنبيع فيها ونشري. يا تقسم معاه. كيفاش تقسم معاك واش تسطيتي ولا مالك؟ انا عطاش ولي بنو طلال بنت لك انايا. ايه سقران بحالك بحال بواك. بداي فين هو داك المسخوط فين؟ يا ما كب اش 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 ما كب فين 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 اجي اجي وخاف غنسخط عليك زيد زيد لي انا زيد انا شوف ما كتشم فيا با يلا دوشت فيك ريحه زيت بلديه من هي جهتك يا زيت بلديه با اه راه شافوك انت هز الصندوق خارج من الحانوت فين هو الكرتونه ديالي اخديتها ليا من فمي با ديتك الكرتون انت اش ديتيها علاش علاش هزيتيها كنبيع في زيت بلديه با وشحال بعتيها 20 درهم للقرعه شوف لا با لا با ما تحس مطلع لا با خطر عليك السرور خطر عليك السرور كيف تجيب الحب ألف درهم ويلي أبا أوه كي درتي لها أبا أو 500 درهم دلي زنطيري ولي زنطيري حرام أبا حرام؟ هادو فلوس الدواء ديالي غتعطيني ولا لا؟ وكي درتي باش حسبتي أبا حرام عليك كي درت؟ أرى الماكينة ديالك ونوريكي كي درت ليها ها شتي هذا اللي كتفريمي به؟ ها هو مشاك هو سير تلعب سير جيب لي فلوس الله يرحم لك الوالدين أبا بعد منك الله يحفظك أبا شوف دير لي كوش سلخني سلخني وما ديرش لي التليفون غتشوف شي حوايج ما يعجبوكش أبا فيه سير غنسخط عليك لا يا ربي لا لا با لا يا ربي الله يرحمك واسير فحالك صافي أجا مسخوط نعم سير تفد أو سير تفد صافي صافي أبا الله يحفظك ها هو صافي أبا سمح لي الله يرحمك أجي لينا نعم شحال الكوت سمباطي بخير سي علي كي داير لاباس عليك لاضيبات الله خبوراتك وانت اللي خبرتي كي دايرين الدراري لاباس عليهم الحمد لله اللهم لك الحمد حميدين الشاكرين شتي في هذا الوقت الا بعد عليك بنادم والمرض ما يخصك خير والله ما كذبتي اسمح لي راه ما تشتش عندك نهزيك كنت مشغول شويه البركه في راسك ما كاين باس ومبروك عليك الورد اه وصلاتك يا لطيف وغاديره مزيانه في هذا الوقت راه الورد هذا السي المعطي الورد عنديش من ورد والله الا غير التهمه شي حاجه قليله وصافي البلاد راك عارف واش باغي تعيد عليك العين
الله يهديك رب صلاتني. اخبارك البلاد عندك على خير والخيرات والشتا دي مصابه. اللهم كفينا شر كل حاسد. اودي فينا يا شتا واش لقينا هالدواء؟ لقينا دابا الدواء. دير معايا يديك. اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك. آمين. وانصر رحمتك. آمين. واحيي بلدك الميت. امين. فين غير شي عطريه هادي باند لاله لطيفه هادي اللي ساكنه قبلتك. ايه السلام عليكم. اجي لطيفه هادي اللي عند سكنات. فين كتعرف هاد لطيفه؟ اميت لها الراجل مسكينه لقاو لي بها شي ناس وعرفوني عليها ونتهلاو فيها بغيت ديفها الاجر. لطيفه جانه مسكينه وانت بغيتي تدي فيها الاجر؟ انا راه هجال وما كرهش شي واحد يدي فيها الاجر. من نهار مات لي لاله رقيه الله يرحمها خلت لي الدراري فوني وبقيت بوحدي. خليني نمشي عند لاله لطيفه الله يرحمها. لا لا شوف اجي معايا نشربوا كويس داتاي. لا لا راه داير مع لاله لطيفه. لا شرب معايا كويس داتاي. الله يهديك. وما واش دابا غتمشي عند المراه في هذا الصباح تخلعها؟ باقي الحال. اجي شوف عندي ليك حسن من لطيفه. اجي خلطيه مزيان وهاد الله يخلف عليك بنيت وهاد جابي لادا مسحي بيه لا بابوات وعندك طيعيه واخا لالا وزيدك حاجه غتبقاي تفكريني بها وترحميني عليها شي بنيتي الكواب ديال الرجاله ماشي مو ديال العيالات. لا ما تخافيش انا عايشه مع با وخويا مولفه واشك فرحانه على بنيتي الكابينه اللي دخلوا لها جوج رجاله يدخلوا لها 50 واحد وعلم الله اش واكلين. يلا شمر شمر عيد عيد وريني حداكتك ولا عندك شي علم وريه. على بنات اليوم اودي قالت لك مولفه شوفي العيالات اللي مولفين 30 عام علاش قادين. لا انا غاده حيدي عليا من هنا. كنت خدامه وصافي. اولي اختي شنو الخدمه ديال فك هاد الحاله؟ بلي الصراحه ولا اختها قولي الزغبيه راه حالتك ما عجبانيش. كنت كنقلب على خدمه وبقيت غير الميناج. اويلي الميناج ديري فحالي تولي تلعبي بالفلوس لعب. انت شنو كديري؟ كنبكي كيديروا بنات الشعب اللي بحالاتي كتحط في بلايص الواعره في كيكونوا الناس الاليبه والاباها ملي كتسالو الشطيح كاين اللي كتشي فحالاتها كاين اللي كتشي تكمل في قنت اخر. لا 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 ما كنعرفش الشطيح ما كنعرف ندير والو. نمستي اجي عندي انا نعلمك تولي كتر الطيب بحالك بحال شاكيره كتنقزي فوق الكونطوار والميادي. وي ويلي بعدي مني. لا ويلي ويلي مالها دير خير ما يطراباس. خذي 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 زيت العوده الشريفه مزيان انا الشراء خذيها 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 Thank you.
تفرجينا با. مالح بنتي مالح مالح بزاف امتي هذا الطانسيون هذا باغي تقتليني. والله ما درتها بالعاني. عطيني الدواء ديالي عطيني. ولكن كيف ما كان الحال انت بعدها بنتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك. فا رضيت عليا؟ معلوم رضى عليك وشنو عندي من غيرك يا بنتي. انت بعدها مغليه فيا وموكلاني ومشرباني وكتعطيني الدواء ديالي في الوقت ماشي بحال هذا عطيه غير السريط والمريض. انت مهدي كيجاك الطاجين؟ عادي طاجين عادي ما في حتى حاجه. حيت لقيتي ما يتكال تماك مطيبه ليا المروسيه طاجين ديال اللفت ما فيه حتى طرف ديال اللحم. بركه بركه ما تعيب في الماكله ديال اختك بعدها هي دارته. شوف راسك هدا من الماكله. سمعوني راه بغيت نقول لكم شي حاجه مهمه على الورد. بنتي شوفي فيا انا بغيت نتهنى عليك بغيت نزوجك صحبه. لقيت لك راجل كامل مكمول. لا با انا نختار. اياه انا ما نتيقش فيك باش تختاري باش تمشي تجيبي شي واحد بحال هاد خوك هاد البيطالي. ماشي شغلي الا ما اختاريش انا ما نتزوجش. ايوا دابا اش غنقول انا دابا للسعري راه عطيتو الكلمه بسيره با. ومالو الجزار ماشي راجل الراجل ما كيتعابش والسيد بخيرو بخميرو راه غيتهلا فيك. ميمكنش بوش واش بغيتي بيني واش عارف اش بزاف انت هذاك باقي يدك ويدردك راه يشوفيه مزيان ها يتهلا فيك وحتى هاد خوك غادي يخدموا معاه في المحل. لا با انا ندير المحل ديالي بوحدي. هاك الله يخلف عليك. كنحلم با كاش نطيق بغيت بيعني با. لا بنتي انا ما نبيعكش انا راضي عليك. سيري الله يرضي عليك الله يرضي عليك. واقول ايه لا با افاتي با هي باقا صغيره وما فاهماش خصك تتعامل معها بحال هكا باغا تعيش مع شي واحد اللي كتبغيه وترتاح معاه وهي تختاره ماشي انت تجي تزرب عليها بحال هكا. الله يكمل بخير الله يكمل بخير. يا ولدي وما بغيت شي ما بغيت تو 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 يا لالا شو مالك؟ كيحوك عليا شي باتو صافي مهدي صافي مهدي نطلب منك واحد الطلب. شناهو؟ تخليش بوي زوجنا ديك الجزار بوكش عندك اختي مهدي ما ندير لك دبر راسك تي وياه. واحد باغاني نشطح واحد باغي يعطيني بحال شي معزل الجزار. تسطحي شناهو؟ ما قلتش ليك تلاقيت مع واطي في جارتنا قلت لي لابد تدبر على الفلوس نولي نمشي نشطح معاه بالليل. عندك الفورمة ديال الشطيح تكمشي على التوكا سيري تكمشي. تيجي جا معاك الضحك انت بعدا راه كتبيع وكتشري وتبعتينا صافي ديك الشي راه مشى بقاو حاضيني انايا. اهلا بكم. ما عرفتش كيفاش تمشي لي داكشي ديال الواليده صاحبي انت اللي ما خلصتوش صاحبي صيفطني للحبس. الحبس بهذا تندير انت تقولها صاحبي واش كاين شي امشي دخل ولدو للحبس شامريه والتسير راه يديرها ويقد بها. واش الواحد اللي زوج بنته الوحيده الجزار صاحبي ما يديرهاش في نظرك؟ شنو؟ حموده فاشي ديالك راه غتزوج اوليدي. زي ما قلتي كيما سمعتي حاجه علي الجزار غادي تجول فاتي. انا عشي بالي داك باك خصو شي حاجه اللي تخلعو. كيف زعما شنو شي يخاف منا باش يحسمو يدخل سوق جوا؟ ما عرفتش انت الجن الزرق زيد معايا اش كتسرق ليه بالصناره ما كتحشمش وقف تما نقلبك وسرق ليا حلوه اخرى. انا بغيت ناخذ ليا بومبولي انت مخلص فيهم. انا فاش مخلص فاش انت؟ صباح الخير صلاه النبي صلاه النبي. سلا تحرم عليك اش دار لك الدري مسكين خدام كتبدل فيه بحال هكا. انا لا ما معديش عليه انا معدي عليك اولدي. هاد الولد عز عليا كنخاف غير على سنانو ديما كياخذ الحلوه. حاول على سنانك اولدي حاول على سنانك قول لي اش عز عليا ياخذ لي فلوسي وقالك يعطيني سير هاك هاك اودي هالبوم خذها سير اجي هاك يلا. الله يعز عليا الدري انت الله يهديك
واش انا ما كنشوفكش مشترجم كي كتعدى على الدراري ديال الدرب كاملين تحكا هو؟ لا ما كتعداش، راه والديهم كيمشيو للخدمه وكيخليوهم كيبقاو يدورو في الزناقي، كيخصني نربيهم. ايوا سيدي الله يثبت الاجر، يلا تبقى على خير. لا لطيفه، الا عندك شي دقيقه بغيت نشور معاك. اجل واخا ياك ما تشربي شي حاجه. لا شكرا، غير قول. لا لطيفه غنجيك قوت دابا. انا هجال كنعيش وحدي من نهار ماتت مراتي، ما كانش شي واحد لا نحط عليه الراس ولا نشور معاه. حط الراس على بنتك ولا ولدك، راه كبارين تبارك الله، ديال مشاوره وفيهم. بغيت نشور معاك كي شتي دابا انا بنتي فاتين جاوها الخطاب. بارك الله، الله يكمل عليها بالخير. مزيان ايه، ولكن دابا حاجه اللي غفلني بزاف، غفلني. كيفاش حل حاجه اللي غزال هو اللي بغى يتزوج بنتك؟ الحاج علي القزار قال لك كان حماق عليها، وعيت عليه، راه صغيره عليك ما تصلح لكش، قال لك والو هي ولا نموت. كي حماق عليها؟ ايوا سيدي مباركم سعود، عطيها ليه مسكين باش ما يحماقش، وخا بيني وبينك هذاك الحاج هو اللي يصلح ليها، تفرح بولادهم ان شاء الله. امين امين امين. فاتين فاتين، لقيت الحل. شنو لقيت؟ لقيتي الفلوس؟ لا ما لقيتش الفلوس، ولكن لقيت كيفاش غنجيبوها. كيفاش؟ سهله، ياك انت كتعرفي الوالد كيخاف من الموت بزاف ياك؟ ايه، هو الدروه شي حاجه صغيره كيقول انا غادي نموت، وقيه يشرب في الدواء، وكل مرض عنده لي حبه. ايوا غادي تدخلوا لي فراسو انه مريض بزاف. قولي كيفاش؟ كيفاش؟ غادي نديو عند الطبيب، غادي يلعب لي على المورال ديالو، وغيحسوا بانه قرب يموت، غيحن ويورينا فين كاين الورد. ولا هذاك ربانا، واش تبع عقلك ولا تسطيتي؟ واقيلا تسطيت نيت، اللي باغي نصوفيك من الميزيريه، ما نخليكش تغسلي الطواليطات الخانزين، وما نخليكش تزوجي بهذاك الشيب، ياك؟ اسكت بارك عليك من هذه الهضره، وخرج عليا من بيتي، ما حقولو فيك. صخور خويا. سيري سيري، وجا الميناج. أنا بنتي. لا، ما عندي الصرف، غادي خصك 4 دريال، خذي شي حليب. الله يوفقك. الله، نهار كبير هذا. أسيدي بسم الله. أشنو هذا؟ هذا كادو العروسة اللي قبلتو عليا. أسيدي مقبول. اسمح لي يا سي المعتو، ما ديرهاش مني قلة صواب، فوقاش غنشوف الدرية. إوا أش غنقول لك، حنا راه ما عندناش البنات اللي كيتشافوا قبل الزواج. معقول؟ معقول؟ ونطيها ولا قد، انا راه واجله بغيت من غدا نتزوج ونتزوج. وحسيني ومالك دابا مزروب، راه اللي زربو ماتوا اخويا. كيفاش زعما؟ وقد فلا معاك، راه عزيز عليا المزاح، خاصك تولفني. خليها عيني، واخا عمي. غير هو راسي الماضي. لا مرة غادي، وانا بغيت نفرح براسي. ومازال مازال. حتى انا نيت بغيتك في واحد لافير. مرحبا. دابا كي شتي انت غتولي عندي عزيز مقطر ليا ان شاء الله من عيني، غنتناسبو وشركنا الماء والطعام، ودابا شويه غنشاركو الدم. مرة شحال بالخاطر؟ عرفتي الارض اللي وردت شنو فيها؟ لا ما عرفتش. جوج فيرمات يجري فيهم العود. تبارك الله تبارك الله، الله مبروك عليك. ويا دير لنا الزردة. لا انت اللي غدير لنا الزردة. علاه؟ غنبيع لك وحدة. ايه مرحبا سيدي، انا نشريهم عندك بجوج. لا شري عندي غير وحدة، ولا بغيتي تشري وحدة وتخلص جوج انا قابل. عندك وجهي ديالك اسيدي. نديرو فتحة على الدرية. لا الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد اياك نستعين. صافي اتفقين انا وياك، هي دخل هي خرج هي خرج. هاك ولدي، ها انا ولدي. شكرا شكرا، ربما تزيدني عطاك جوج شكلاطات. هاك شكلاط ما كاينش، هاك ها الحلوه. يا صافي اولدي، عطيتك سبعه. بسلامه بسلامه. تبارك الله عليك السي المعطي، انت كتهلا في الدراري ديال الدرب. ايوا انا راه عزيزين عليا الدراري. ايوا يلاه تبقى على خير. بلاتي. لا لطيفه،
قبلي عليا هذه التقضيه ديال يومين. الله يعطيك شي خير السير معطي. عرفتي اش غدير؟ خليها عندك، انا غنمشي نجيب غير شي خضيره من السوق ونرجع عندك وناخذها. وليت بحال نعاود نشوفك. غير شوفيني، شتي انا شوفه من دوك العوينات كيتفاجا خاطري ويزول تخمامي، راه الوحده قاتلاني. شتي انا ما كرهتش يدوزوا للجوج مباشره. تزوج كلاش؟ ما عرفتش، ولكن واخا نعرف نهرب وما نتزوج. قال لك حتى هو بغى يتزوج. شكون بغى يتزوج بالسلام؟ رد بكامل عرفوك هي كل الزواط عليك لطيفه اللي تكلاش قدام المحل، ومن الفوق تيعطيك كل شيء فابور. زيد قال لك حتى هو ولا بغى يدير لها الشعر. غير شوفها في دوك العوينات تيتفاجا خاطري وتيزول تخمامي. انا غير وحده قتلاتني. ياك، وحنا قاتلنا بالجوع بالفقصه. ما كيعطينا والو. خليني غادا عند عباد الله كنصيخ لهم في الطويطة ديال القهاوي. زعما عنده ما يعطيها؟ راه ضرب بورته، والسنتيم مول الاخر ما كناخذو من عنده، وعمرك ما تعرف شنو تحت راسو. هي الصراحة خاصة نديرو شي حاجة لهاد لطيفة قبل ما تاخذ كلشي. يمكنش نصبر انا كثر، هو يتعاشق ويعطيها في الكادوات، وانا يلوحني بحال المشلة ديك الكذاب. اسكتي دابا يسمعنا. اسمع اللي بغى يسمع، انا عييت. وتنتي خلي عليك هذاك المقرد ديال حموده وخذي لك الحاجه اللي مالهم عليهش الله. واخا نتحر وما نتزوج بداك الشارف. وراه عطيناك الحل وانت ما بغيتيش ديري به، اش غندير لك انايا؟ ما عرفتش. شوفي كاين جوج حالات، يا اما تخلعي باك مره واحده، يا اما يخلعك الحاجه عليه كل ليله ويبقى يقول لك انا الحاجه لي، خذي اللحم الحاجه لي. الله يخلف. واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. سما طيب. حيالي. سما طيب. صحيحة. الحامدين الشاكرين. لالا فاتن كبيرة. اسكت، خليتها غرقة في الكوزينة، قالت لك أنا بغيت نتعلم نطيب الراجل اللي يجيب لي الحيمات من عند الحاج علي. ونعم ونعم، شوف أسيدي ما طلبتي على الموجة. صاب سما طيب واحد جوج كيلو لحم تكون عبر لالا فاتن. هاد الكفتة بيعها لقامة. أعطيها واحد كيلو كفتة لقامة. السوسيس كتصاوبوه هنا. مصاوبوه بيد غير ورا ما يدم عليك شوية. لا نعرف ليه نعرف ليه. ودير لي نص كيلو سوسيس. قولي مرحبا مرحبا. فوقاش دابا غادي نكملوا التجارة ديالنا. الله يهديك السي الباطي، ونضربوا صداق ويكون الخير في التجارة. أنا ما كرهتش نتسنى، ولكن دابا الناس غاديين جايين والله إلا صدعوني. حارت وبنتي فاتين قالت لك والو أبا، الحاج علي اللي ياخذ الفيرما. وا بيني وبينك الدري مشى شاف الفيرما عجباتو، ولكن الثمن طالع شويه. ما طالع جاي، راه الارض هادي والشتا والخير هذا. سبحان الله، وهاب فمك نهار الاول قلتي لي الارض ما فيها ما يتشاف وما كاينلاش حتى لا والو. غنشرى الجويه هذيك، وراه سمعت في الاخبار قال لك من دابا الفوق الشتا غتبقى تغرق الدنيا. يا ويكون الخير، نديروا الليد في الليد ونشركوا كل شيء ويكون الخير ان شاء الله. راه هذيك القفه ازيد. الحاجة لي نعم. قد حاجة وحدة، الله يرحم لك الوالدين، هذوك الفليسات نبغيوهم كاش، عندي ما ندير بيهم. ايه يلا مرحبا، ما عطلتي على الموجة دي كل خير. بسم الله بسم الله بسم الله. الله يخلف عليك. الله يخلف الله يخلف. يا ويلي ويلي ويلي، أفلوسك بنت السلطان عروسك يا كان. اطلق راس اطلق. ابن صاحبتي اللي خدام فارماسي مالها؟ صفطت لي في الواتساب سمي ندير واحد الدواء كيجري الكرش. هانت شوف هذا شعطيه ليه؟ لبنى قالت لي راه كيجري غير الكرش. قلبت في الانترنت وما عنده حتى شي خطر، كيف والو وبدغيا كيتخلع. ويلا قال لكم جيبوا لي الطبيب. انت ديك عنده نقول انت طبيب. تبارك الله عليك، فكره زوينه هذه، فكره زوينه. انت واش حمق ولا مالك؟ واش باغي تخرج عليا؟ علاش اصاحبي؟ انت بوكوس كتعرف تلبس قاري غيتيقك بالزربه. امهدي امهدي راه يعيق بيا صاحبي، غيعيق بيا. تلا صاحبي شوف، غادي تمشي عنده غادي تقول ليه
الا بغى يبرى خاصو يصرف على راسو، يعيش الحياه ويصرف على وليداتو، ماشي يبقى سد عليه في ديك الحانوت صاحبي، يدي ما كيوصلوش لجيبو بحال الكونغورو. فهمتيني ساهل دغيا غير تيخرج صافي. واش عارفه ما هديش ليا صداع معلوم هو انت وانت مطفر انت قال لك بول فكره كون طبيب وكوني انت حتى القهوه ضربتها لينا كنا نشربوها بجوج سكحتيها بحال اللي تنخلصوها. هاو الدواء يجوك فلوس العفريته بعد دبليج ديال ماما وقسمي معايا. واش نقسم معاك فلوس اللي كان عندي خديت بهم الدواء خلص بيه الكريدي اللي عليا ودابا هذا فوقاش نعطيه لي غدا وزعما يقر فيه قر فيه عنده نهار واحد ويجي الاسهال ناري مالك خيف من الطبيب ما لقيتوش ورضا بحالي ما بغاش رضا حلو سهل غير قول لي يطلب منك اللي بغا وغادي يقبل فكره واعره انت فاش عرفتيها انا غير قلت المهم بلا نصدق حنا راه ما بغيناش نقتلوه حنا بغينا غير تخلع ويقولوا لنا فين ندير الولد وانا بغا نتزوج صباح الخير لا 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 تيفا صباح الخير صباح الخير والربح واللي صبح عليك غادي يربح شاب الخاطر واحد جوج بيضات يلا فقت من النعاس وبغيت نفطر سمح لي جايك بهاد الحاله اشوف الزين من يفيق من نعاسو ماشي من يغسل وجهه ويمشط راسو يعطيك شي خير السير معطي سيدي وسيدك رسول الله والله لاله لطيفه ما تساليني حلوف الا توحشتك البارح بالتفايق كنتسنى النهار فوقاش يطلع باش نعاود نشوفك وناكل هذوك الشهوات من يديك لا لا يحوجك السير معطي قولها لي انت امر وانا نطيب لك ونجيب لك حتى لهنا وبغيتي كاع نوكلك نوكلك طيبي لي طيبي لي ما قلتلكش انا الماكله ديال بنتي فاتين ما بقيت كنحملها الا ما درتها مالحه كتحرقها الله يحسن عوان هاد الحاجه اللي غادي يتزوج بها ايوا سيدي ربك يعطي الفول اللي ما عنده سنان هي هادي وانا بعدا عندي سنان ها خاصني غير الفول الله يعطيك شي خير السر معطي كاع ما كتحشم وعلى هاد الحساب ماشي نوجد لك شي شي وبحق ما عنديش الفول باش نصاوب لك الحين بوجه اللبانه مزيان وجدي لي يا اللبانه انا نتسنى هي الهدية متواضعة بسم الله حرام عليك السير معطي كثير هادشي راه غرقتيني بالكادوات مازال تشوفي مازال تشوفي لالا لطيفة غير قبلي عليا ها ماشي غير هذا هانا تليفون ودرت لك فيه النمرة والكارطة جديدة باش انا وياك في الليل منين نقنطو نشاطيو شاطو السن معطي نعطيك شي خير والبيض واخ جوج بيضات ياك ها انا ها اختاري البيضات اللي بغيتي نعطيك شي خير لا لطيفه ماشي خساره هاتين نعم ابا نعم نعم عفينك في الكوزينة أبا مين هادشي فينا؟ شناهو أبا؟ شناهو؟ الغدا؟ هاهو أبا واجد؟ واجد يلا عطيني تغدا فيا المتجع ما غتفلوش مهدي ألا لا أنا ماشي شغلي علاش كل اللي كيخدم في هاد الدار؟ نتغدا أنا ولا شاطي حاجة ياكلها هو واخا الله يرضى عليك يلا وفين هاد الغدا صحبت الله راتي
المعطي هنا هالشيوه ديالك. الله 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 بزاف عليا هادشي. سير يا لالا لطيفه الهلي حرق فيك شي عظم. امين. ودابا ماشي عيب وحرام الضيع، ماشي حرام تبدي طيبي جوج ديال الطويجنات، طاجين ليك وطاجين ليا. فهمتك. غادي نجيك من الاخر، اجي نتزوج وناكلو في طاجين واحد. سير معطي راك انت بوليدات ولاد كبار تبارك الله راه ما يبغوش ليك. لا لا ماشي سغلك في ولادي، انا قد بيهم حاكمهم. غير انت قبلي ها والله تقبلي حتى نعيشك في الجنه. الجنه كاع سما معلوم، ماشي انا وردت واحد الورده فعلا تركه. مبروك عليك، الله يكمل عليك بالخير. مبروك علينا بجوج حيت غنعيشوا فيها انا وياك. شنو قلتي؟ فكر. يا ربي تسهل عليا يا ربي. راني تعطلت كيما قلتي، امدرك لا. كلا مشى الحانوت، تراك ماشي تعطلتي، تراك سكنتي. كنت ميتة بالخلعة. مهم قصة. قال وكلت التوب بسم الله. أنا تكوني أنا درتي لي الدواء. كل بركة من الفامات، واخا ما كرهتش الصراحة، ديرك الدواء كامل باش نتهنى منك ومن فعيلك. يا كرم مجرمة ديالي. هواكي. الله تجي بداية ستي الأولى. شحال فيك؟ أوه كيفاش كتقطع بنتي؟ كيفاش كتقطع؟ اسكت اسكت. اوه اوه كو 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 صافي صافي دابا يدوزني الحال، غيدوزني الله الله اوه انت هذا الفوق هذا البوك هكاشي اوه يا 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 يا
لا خويا لا لا انا ما نقدرش على هادشي عيق بيا وما قد على صدع لا الله يحفظك اخويا الله يرحمك الوالدين انت اللي عندي يا صاحبي راه ما كاينش اللي يوقف معايا اسمح فيا صاحبي واللي بغيتي انا معاك فيها حلف بالله والله هاتي دخلني معاك البروجي ديال التليفونات ديالك صافي 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 وبشحال انت خويا وحبيبي 50% انت ماك مريض ولا مريض هذا نصبوا الاحتيال هذا 20% اللي غندير معاك اسيدي نقسم معاك الصبر 35% جاتك لحظتك شرب هاتي لا قال لي يطلب مني اللي بغيتي ايوا انت شنو طلبتي منه طلبت منه باش ندخل معاه شريك في البروجي ديال التليفونات ديالو والنص بالنص تليفونات وانا مالك انتي انا بالعاني قلت لي باش طلب منه اللي بغيتي وانت فضلتي البروجي عليا ليك هو ما خصو يعرف والو واش بغيتي هادشي كامل يخسر علينا تحت الكره باش تماتشي وانت ما فهمتي والو وانت اللي ما فهمتي والو واش بينكم بين شي كره كاع هاد البروجي ديالنا بجوج ليك انتي اللي كنتي باغا هادشي وانتي اللي بغيتينا تجوجو دغيا واخا هكا ما فهمتي والو مزيان انا نمشي نجيب لي رضا تسنينينا هادي انا ما هادي كي ما درت لي والو الله زيد اسمح با هذا موعد الطبيب السلام عليكم الشريف انا كنموت وليداتي المسامحه الله يرضي عليكم اربي راه ماشي تما هذاك راه قلبي فين كانت خدمني هنايا لا راه القلب هو كلشي عندك صح انا نيت قلبي هاد اليامات كنحس به ولا هشيش خصوصا ملي كنشوفها اش كتشوفها با الموتى بنتي كنشوفها كتجي عندي للحانوت كتجيب لي طاجين وكناكلو وكنمشيو انا وياها نديرو البيكنيك وراه كيموت لا ما تقوليش بحال هكا شريف انا الطبيب اعطيك واحد الدواء غتشربو كلشي غيكون مزيان ولكن كاينه واحد القضيه تهلا ليا في الدراري راه تبارك الله الشباب بغاو لك الخير انا مغلي فيهم وربي شاهد سولهم انا بلا ولادي الدنيا كلها ما تسواش عندي وقيده وحده دابا غنعملو الشويكه ديالنا لا بلا الشوكه انا مزوق فيك ايوا حتى انا الطبيب وسمع هضرته ومتقشع صبراسك وشوف الحياه بنظره زوينه واش هذا طبيب ولا شوافه انا السيمانه الجايه غادي نرجع عندك ما لقاكش كتعصب ما لقاكش كتقلق ونلقاك تهلا شي الدراري ولا راه ما يبقى ينفع معاك لا الطبيب لا الشوكه ويقدر يداد عليك الحال انا عزرين كنشوفه واقف عليا لا غير سمع هضرتي وعزرين يدير دوميتور وغيمشي بحالو او جاي ديريكت لا با ما تقولش هاد الهضره مازال دردك معانا ان شاء الله الله يحفظك لينا با يا ربي تحفظني يا ربي تحفظني نكتب لك الدواء يا ربي تحفظني مولاد الحرام يا ربي تحفظني وهذا شي طبيب نيت اللي جبتو ليا
بالصحة والراحة. شوف جبت لك عاوتاني. شوف أنت كيكة صوبتها لك بيديا. قلت واحد الوصفة جديدة في اليوتيوب وصوبتها لك. هي التليفون اللي جبت لك نفعك. معلوم نفعني علاش انت كتجيب لي شي حاجة ما كتنفعش؟ شد انت مول الخير. شتي انت والله حتى مرضية. ربي عطاني لك والعطي الله. مازال نتزوجو ان شاء الله ونديك الفيرما اللي ورد وتعيشي فيها غتعجبك هان غتعيشي فيها بحال شي ملكة اقصر هات. تبارك الله ارض غزالة زوينة وهاديك الدار ديال هنايا يا والحانوت غتخليهم لولادك شنو ما تقوليش غيمشيو معانا المعطي طبعا دقا ما قلتي لي شنو قلتي لهم شنو قالوا لك ولادي غيكوني هانية انا غادي ندبر معاهم غير انتي قبلي عليا قابله بنتي قبلها حتى هذا قبل ايوا صافي عطيني شي دات باش نطيحوا العقد ونديروا العرس علاش العرس علاش العرس اللطيفه نبدلوا الفلوس هكذاك المبدرين كانوا اخوان الشياطين صدق الله العظيم ولكن الجواز اشهر عاوتاني خصنا ضروري نقولها للعائله ديالي باش يجيو يفرحوا بيا لا 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 لطيفه ودابا حنا ولينا في المزاح انا نهار الاول عرفتك بوحدك بلا عائلتك خلينا نمشيو نتزوجوا في الفيرمان تبتعوا غير انا وياك ما شافنا حد ما حسدنا حد مالهم العائله كيحسدوا ولا واه راجلي العزيز قلت لك راجلي من دابا قوليها ولكن بشرط اذا كنت راجلك العزيز بدي تسمعي لي الكلام ديالي واخا سيدي نسمع لك يلا ودق لي هاد كيكه اللي صوبت لك وسمعني كي جاتك حلوه زوينه ياك ما جاك البال شويه شوف بديت تكبطي حبيبة ديالي صباح على خير با بنتي هاكا كون لك شوية بلاش بنتي ما بغيتش ما خديتش وخلنا نعيط لك على طبيب آخر بنتي الطبيب مزيان ولكن هادشي اللي بيا فين يعرف ليه الطبيب شنو عندك أبا كان موت يا بنتي كان موت الله يطول لينا في عمرك انا نجيب لك دابا العسل الحر راه مزيان واخا بنتي كان موت انا كان موت وصافي الله يهديك لا كوموند غتكون واجده في الوقت وصافي صلي على النبي سلام الحاجه بسلام زيدي اجي ادخلي جلسي لاباس عليك الحمد لله لقيتي اللي يخدمك ولا مازال مازال اش غديري اتاخدي هاد الماكينه عندي قديمه هنا في المحل ياك صوبي بها شي حاجه وتلقي فيها يدك بنتي اللي باغا تعلمي بصح داكشي علاش قلت ما فيها باس نعاونك بصح شريفه شوفي مابقاش بصح والفرحه هاد النهار الاول خصك توري حداك يديك صوبي شي حاجه وجيبيها لي نشوف ولا عجبتني ان شاء الله تكون عندك بلاصتك في المحل معايا شكرا بزاف عندك يرا ثقيله شويه خدمي ما تنقسيش حموده استمرار في عمل التسجيل هذا وي ولك مشاكل مشكرين ما بان لياش يلا صوب شي نص كل مزيان انا راجع دابا وما تعيقش اصاحبي راه مازال عندك كريديات كتقول لي غنخلصهم
وما شفنا والو. سير اخويا بعد مني خليني نخدم الله يرحم باك. وماك دير فيها بطل زعما هو عار وقبيح على زعما راك ليان وخوت وجيران واش يريد يخلصها صاحبي عادي راه دا شاو مقفر كريديات واش نقول لك انت يا قريب تولي نسيبي تخلص علينا شي قيعه قرك عليا اخويا من السطوريه المقلوبه والمعوجه اللي طيحتو عليا انا راه ما بيني وما بين اختك والو غير الخير والاحسان سير شوفها مع من كتسرح ما عرفتش اش غادي دير غادي غنفرش كلشي وغادي نهنيك راه مع صاحبك شنو هو اييه مع صاحبك اللي من نهار وما طال وانت كتسناه هنا في القهوه هو ماشي كيخطف معاه البلايص وكيعيشوا الرومانسيه في السطح كيتبادلوا في النوار سير سير قلب على راسك قربوا يديروا الولاد الولاد عارف الذي تتأدل لنا الأستاذة أستاذة واش كان ضروري نتسناو هادشي كامل باش عاد ناخد الفلوس ديالي معلوم كنا كنديروا الإجراءات باش نعرفوا هذيك الفيرما لا فيها شي مشكل ولا لا هو يضيع هاد السيد الله يكثر من مثالك يلا هاك مضي ياك دابا كلشي مزيان الحمد لله كلشي مزيان عطي الأمانة عطي الأمانة إيه بسم الله يلا بسم الله الأمانة ديالك السلمة محسوبة عندك حاسبها بيدي ما يحتاج الله يهديك لعن الشيطان اش كدير الله يهديك راه حنا نساهم سلماتي مزيان مزيان طايق 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 سيدي هاكا سيدي بسم الله بسم الله بسم الله يا بارك مسعد الله يبارك الله يكمل بالخير امين يا ربي ودابا ضربوا الصداق غدا ان شاء الله دوز للدار باش تشوفني تفاتين وتفاهموا على كل شيء لا 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 ما تشوفني ما نشوف الله يهديك انا واجه سيدي غدا نطيحوا العقد راه عيد سير معطي ما تنساش واخ ان شاء الله ان شاء الله الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود لطيفه هاد يومين وانت ما عجبانيش كنت مخبي عليا شي حاجه ولي وليد اللي مقلقني غادي كيتزاد عليه الحال ياك هادشي اللي كنا باغيين راك ما فاهم والو انا راه ما عطيتوش الدواء وتم يديروا الخبر والو ما يمكنش كتحكي معايا نتوما هنا ربعه الكتابه ديريني حمار وسطونكم هاد الايامات كامله وانتم كتكذبوا عليا وانا تيخ فيكم وانت درتك بحال خويا ولكن طلعتي ماشي راجل ما لحقتكش من هذاك السطح شحال قدك ما تهربي غمقتي عليا بالمرض ديال الواليد زعما سير شوف الواليد راه مريض ديال بصح وانتي سيري قالك مريض الا مريض نديو عند الطبيب الدواء برك من الكذوب ديالك ولا صافي من حموده الرضا ولكن عرفتي تختاري شومو الحسن من سرباي كذابه كديره انا كذابه انت شفار ما يكون غير انت اللي شفرتي لي داك الدواء عطيتيه للبا صافي سكتينا برك من الهضره خاويه افاتين ولدي البيدي اجي وليداتي اجي مالك با ياك لاباس وليداتي مسخ حد بالدنيا ولدي انا كان موت وانا نبغي قبل مع الموت نوصيكم هديك الله ابا خلينا ندوك دابا السبيطار ونجيبوك الطبيب لا بنتي السبيطار ما مشي ليش واش امك ماتت في السبيطار وانت انا بغيتي تدوني السبيطار انا غنموت هنا مع وليداتي في الدار صافي ابا ما يكون على خاطرك بنتي نوصيك الله يرضي عليك تجوجي من الحاجه علي راه غايت الله فيك رانا ما نخلي لك والو ما عندي ما نخليك كيفاش ابا الدار والحانوت والورث ابا اش من ورث هذوك الورثه ولاد الحرام ما بغاوش يبيعوا هذيك الفيرما والدار اللي نتوما ساكنين فيها انا شحال هادي راه انتهى البنكه باش عمرت لكم الحانوت ودابا نخاف الى مت غادي يجيو يخرجوكم لهالدرجه ابا صباح ولدي عبيدي دبر راسك على شي خدمه باش تعاون راسك ولا عرفتي اش غدير تزوج بشي مرة مرفحة ما تديرش الغلط بحال اللي درت أنا تزوجت مرة مزلوطة هي زادت خلفها ماتت وخلتني واحد فيكم أش قلتي الله يرضى عليكم وليداتي يا ها هي جاية
اختي الله يحفظك، الوالد مريض كيموت وبغي الطبيب. باقي ما جاش، باقي الحال. عافاك اختي لبنى، بركي تزاد علي الحال، عافاك عتقيني. ما عندي كندير لك اختي فاتين، غنولي نخلصو من جيبي والله ما عندي. مشي عند الدار ساكن قريب من صوني عليه، نعيطو له في التليفون اش نديرو اختي الله يحفظك. فيك احسن لك راسك، شد بلاصه مع الناس. غدا غدا ولا بعدا ونجيب لك الفلوس، بركي يموت. توقفي معايا انا مزوق فيك، الله يرحم لك الوالدين اختي. واخا دابا نعيط ليه. الله يحفظك اختي، شكرا. الو الو، باك مات. شنو با 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 فين هو با؟ ما عرفتش. هو شفت لي ميساج تانا شوف ولا بس عليه وعنده واتساب، ولكن شكون هادي؟ هادي يا لطيفة، بكرة تزوج ونطلع علينا. نشوف هاد الفيديو. وليدي ياك ما تخلعتو عليا، ما تخافوش، باكم باقي عايش برا. شتو تصوير هاد العرس؟ كي جاتكم مراتي الفنون خارجة من البدون. يا ودي الجامع اللي قريتو فيه باكم اللي بناه. سمعوني مزيان اش غادي نقول لكم. بنتي فاتين سيري تزوجي انت وهداك المقرد ديالك. دار راسو طبيب باغي نضحكوا عليا. تزوجوا سكنوا في الدار، ولكن بشرط كنكري لكم الدار تخلصوا عليا. وانت المهدي غتمشي للبيت ديالي وتدخل بحال اللي موالف كدير، حل المجر، خذ السارو ديال الحانوت، خذها وليدي وتبرع به. عندك يسحب كتاخذو. كنكري ليك، وإلا تعطلتي تخلص لي زانتيري، سمعتوني؟ وما تبقوش تقلبوا لي في الركالي، راه الفلوس ما غاديش تلقاهم، كلشي جبتو معايا، كلشي غنتبرع به انا في هذه الفيرمه، انا ومراتي، والفلوس خبيتهم، الجل الزرق ما غاديش عرف فين كاينين. وليداتي بكم في السعاده. باي 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 باي. سير شوف شكون. السلام عليكم. بلاصة المعطي هادي انت واقيلا هي بنت الغزالة فاتين؟ لا سيدي انا غير الخدامة. عيط عليا لاصة المعطي. نعيمة شكون في الباب؟ هذا واحد السيد كيسول على السي المعطي. قول لي ما بقى ساكن هنا. كيف سمعت يا سيدي؟ السي المعطي بقى ساكن هنا. بسلامة. غلط في الدار زعما. لطيفة 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 وصايق بالجالة وغادي يطير وياك ما يسحب لك انت شو ما خير وعاود زيدها بالخلاص عاش بالخلاص بغيتي نعطيك الخلاص ديال هاد الجريمة اللي كنت غدير بينا هاد الصباح.
ولا انت هو المجرم الشفار بغيتي دير لي حقي والله ياخذ لك الحق. هو الغزال هو الغزال دور معاه ما باش نتغدى البارح ما كاينش ما صافي واخا انت اش غدير انت شوف سيدي تبرى ليا مع راسك خذ هذا كله ولكن الا عيط لك شي واحد سميتو المعطي قولوا الغزاله ديالك دات الحب كله خلات لك الثمن واخا وقولوا العطي الله اسمح لي الشريف الله يعطيك الستر نعم بغيت نسولك منين ندوز للملاح انا ماشي من هنا ها هو غير هنا قريبا ربي يخليك مات لي الراجل وقبل نجي نسكن هنايا ايوا زيدي سنة دايز ربي يخليك ساكن في الملاح نيت هي ساكن فيه هي مزيان الله يبارك عايش مع وليداتك هي عندي جوج الوليدات خليهم لك الله يبارك فيك انا فلوسي واخا سير تبان تتفهم معاون تتفهم سير تبان تتفهم زور لي فلوسي ومعاون تتفهم سير تبان تتفهم شوني فلوسي ومعاون تتفهم سير تبان تتفهم شوني فلوسي ومعاون تتفهم هانا شوني فلوسي سير تبان تتفهم شوني فلوسي ومعاون تتفهم فلوسي فلوسي ها فلوسك 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 مغاربنا هذا جنة القلوب الصافية هكذا حالنا كان يا مكان وكان وكان كان كان يا مكان وكان وكان كان كان اللي كان كان انا وحبايبي عايشين هنيين ما يهمنا لون لمن جايين كما كانت اللغه كما كان الدين مرحبا بيكم عنا